لعبتي ممتعة، لكنني جائعة، أريد أن آكل. حفيدتي تبكي، أنا آتية. لا، إنها أختي الصغيرة تبكي، أنا آتية. بكاء من الجوع، أنا آتي بالفعل. أنا جائعة، أريد أن آكل، حضروا لي شيئاً ما. ممتاز، إذاً لنبدأ تحدي الطهي. حضروا لي البطيخ من فضلكم. بطيخ رائع، لا مشكلة، دعونا نجرب. لدي هذه البطيخة الكبيرة، إنها حلوة جداً، الآن سأقطعها. واو، كمية جميلة. الآن أنا بحاجة إلى خلاط. سأستخدم مغرفة الآيس كريم لنقل كل لب البطيخ مباشرة إلى الخلاط. جيد جداً. الآن تبقى خلط كل شيء معاً. واو، كم هذا سريع. وبينما يتم تحضير البطيخ الطازج، سأشغل نفسي بشيء ما. جدتي، أنا روبوت البطيخ. مايلي، لا يجب أن نلعب بالطعام. هؤلاء الأطفال. وفي هذا الوقت لقد انتهيت من العجين. لدي خطط لإعداد فطيرة البطيخة اللذيذة. أسكب العجين في القالب وأرسلها لتخبز في الفرن. هذا سيكون لذيذ. لكن أين البطيخة؟ أنا أصنع عصير البطيخ مباشرة فيها. والآن أحتاج إلى الحليب المكثف، رائحته لذيذة جداً. أسكبه في البطيخة وهذا يكفي. كل ما تبقى هو وضع كل شيء في الثلاجة. انتظروا، جدتي تنام هنا؟ حسناً، لن أوقظها. أضع البطيخة في الثلاجة وأنتظر. أوهو، كل شيء مجمد بالفعل، بالضبط ما هو مطلوب. أوه، كم هذا بارد. الآن أحتاج إلى الماتشا ودقيق الأرز. أسكبهم في وعاء وأخلط المكونات الجافة معاً بالماء. وهكذا حصلت على عجينة الأرز المثالية. يجب علي رقها إلى الطبقة الرقيقة، وبعد ذلك أستخدم الكوب لقطع دائرة مثالية ومتساوية من العجين. حان الوقت للبطيخة المجمدة. باستخدام ملعقة أغرف بعض البطيخ الحلو المجمد وأضعه على شكل دائرة فوق العجين. ألف كل شيء بشكل جميل وفوالا. أوه، ما هذا؟ إنه المنبه. إذن فطيرتي جاهزة، حان الوقت لإخراجها. واو، كم هي جميلة ولذيذة. الآن أعصر كريمة الفانيلا فوقها وأزينها بالفراولة. وهكذا أضع الكيوي حول الحواف. ما رأيكم؟ هل تشبه البطيخة؟ هناك شيء ما مفقود. بالضبط، أحتاج إلى وضع التوت الأزرق كما لو أنه بذور البطيخ. هذا عبقري. واو، هذا رائع جدتي، هذا يبدو لذيذ. عصير البطيخ، لقد انسكب. ماذا علي أن أفعل الآن؟ شكرا جدتي على المنديل. سأمسح كل شيء، هذا أفضل. ماذا يفعل الشيف؟ أنا أقوم بإعداد حلوى يابانية لذيذة، إنها الموتشي. جميلة جدا وطعمها لذيذ. واو، أولا سأجرب عصير البطيخ الطازج هذا. كم هو منعش. الآن أريد تجربة هذه الفطيرة. تبدو مثل البطيخ، والطعم لذيذ، لكنه لا يشبه البطيخ أبدا. أنا أحب الفراولة والكيوي، إذن هذا جيد. لدينا بطيخة صغيرة هنا، سأتذوقها. إنها حلوى لذيذة. هذه الحلوى فقط مذهلة، وستصبح ألذ إذا شربت شراب البطيخ المنعش معها. وهكذا الشيف وأختي يفوزان. وماذا عني؟ لماذا لم أفوز؟ الآن أريد شيئاً على شكل بوب إيت. هذا سهل، البوب إيت، الآن سأحضره. آسفة جدتي، لم أقصد.
أي هذا مؤلم؟ إنه مطاطي وحقيقي. أي مايلي، استخدمي دماغك وحضري شيء على شكل البوبيت. أنا سأحتاج إلى الشوكولاتة البيضاء. أكسر الشوكولاتة البيضاء وأضعها في هذه الأطباق. الآن نستخدم الأصباغ. البوبيت ملون، لذلك سأستخدم أصباغاً صفراء، حمراء، خضراء، برتقالية وأرجوانية. ممتاز. الآن تبقى إذابة الشوكولاتة لتلوينها باللون المطلوب. ممتاز. والآن سأحتاج إلى البوبيت نفسه. أسكب به الشوكولاتة الملونة. في كل عمود من البوبيت أسكب لون الشوكولاتة الخاص به. بعد أن تجمدت الشوكولاتة يمكن سحب القطع الشوكولاتية منها. هذا جميل بشكل لا يصدق. أزين بالكريمة المخفوقة. جدتي انظري إلى تحفتي الفنية. لا تعجبني، سوف أحضر شيئا أفضل. أستخدم هذا القالب الدائري. أضع به الفراولة الطازجة والتوت والعنب. ممتاز. الآن أحتاج إلى قدر. أسكب به الجيلاتين والقليل من الماء. أمزج كل شيء وأسخن الخليط على الموقد. كل شيء جاهز. أصبه على الفواكه والتوت في القالب. أنا في انتظار تجميد كل شيء. مايلي، لا تساعديني حبيبتي. أكملي طبقك. حسناً جدتي، علي التفكير في شيء ما. فكرة. أحتاج إلى فطيرة الوافل والكثير من حلوى السكيتلز. الفطيرة تشبه البوبيت لكن بدون الخطوط الملونة الزاهية. يمكنني إصلاح ذلك مع السكيتلز. وانتهيت. بوبيت ملونة ومشرقة. أحسنت مايلي، أنت ذكية. شكرا جدتي. وأنا قمت بتجميع كيكة الشوكولاتة الخاصة بي. كل الطبقات عبارة عن قطع من الشوكولاتة. هذا لذيذ. أصب شراب الفراولة ويمكن التقديم. كل شيء يبدو لذيذ. أريد أن أبدأ مع جيلي الفاكهة هذا. لذيذ جدا. وماذا يوجد هنا أيضا؟ واو، وافل بالسكيتلز. أعتقد هذا لذيذ بالتأكيد. السكيتلز أحبها. أضع له لايك. أوهو، يا لها من كيكة ضخمة. لم أجرب مثلها من قبل. مدهشة. إنها لذيذة جدا وحلوة. هذا الطبق هو الفائز بالتأكيد. هل شكك أحد بقدراتي؟ لا أبدا. الآن اصنعوا لي فطيرة. ستكون هذه جولة لذيذة. هذا سهل جدا. أحتاج إلى بعض البسكويت. سيكون الأساس لكيكتي. أضعه في كيس وأقوم بتقسيمه وتحطيمه إلى فتات. لا يمكنك الهروب مني أيها البسكويت. شكرا للجميع، لقد نجح. الآن أنا بحاجة إلى الزيت. مايلي، أنا أخذته أولا. لكنني بحاجته. أعطني. لا، لن يعمل الأمر هكذا. سأقاتل من أجل الزيت. ماذا؟ لا، مستحيل، أنا سأستسلم بهذه السهولة. الزيت لي. يا رفاق، لا داعي للضجيج. أحاول العثور على الوصفة الصحيحة. ها هي. خيار، طماطم، كرفس، والباذنجان. هذا سيكون لذيذ. الآن أحتاج إلى التقطيع. أوهو، كل شيء تم تقطيعه. حسناً، إذن أنا بحاجة إلى قالب العجين. أضع به كل الخضروات الضرورية. والآن أصنع الشبكة من شرائح العجين على الفطيرة. أضع الفطيرة في الفرن لتخبز. ويندي ستعجبها فطيرتي بلا شك. جاهزة. أستطيع إخراجها. واو، تبدو شهية.
يا رفاق، فطيرتي مذهلة. كيف الحال لديكم؟ لا تختبئ خلف الطاولة، أخرج وقاتلني. أنا في الخارج، وجه ضربة الحاسمة. أنت تختبئين يا جبانة. مايلي ماذا؟ أوه، أين مايلي؟ هذا غير مفهوم. والشيف؟ أي، سقط التوس إلى هناك. حسناً، لا يهم. صغيرتي ويندي، شربي. واو، هذا لي؟ لحظة، فطيرة واحدة فقط؟ حسناً، سأجربها. لا يوجد شيء آخر هنا، إذن جدتي تفوز. كنت أعرف، أنا الفائزة. أوه، مايلي هنا، ماذا حدث لك؟ أنا أخيراً أحضرت الزيت. شكراً لمشاهدتكم، ضعوا إعجاب واشتراك على القناة لتكونوا أول من يشاهد أطرف الفيديوهات. اكتبوا في التعليقات ما هو طبقكم المفضل. نراكم وإلى اللقاء.